وشي بحب أقول أهم نقطة عنا نحن إنه عملياتنا هي التخدير الموضعي مع المهدئ. فنحن قبل العملية بنحضر المريض بشكل كافي وافي، يعني ما مباشرة مثلا مثل معظم الجراحين بيعطوا تخدير بيشتغل مباشرة، لا نحن بنعطي أول شيء مهدئ، نحقن المريض تخدير موضعي اللي بيكون معه قابض الأوعية، شيء بيقبض الأوعية. فطبعا تقبيض الأوعية بيقلل النزيف، ومنترك المريض حوالي 12 دقيقة ل 15 دقيقة بعدين نشتغل العملية. فالمريض بياخذ وقته الكافي من التحضير، وهذا بينعكس بشكل كبير على العملية أثناء العملية وبعد العملية. أثناء العملية ما بيكون في نزيف، تلاقي دائما حتى بنشوف انه عملياتنا على اليوتيوب نحن حاطين فوق 900 عملية كاملة ما في نزيف، المريض يعني كثير دراي ناشف أثناء العملية، يا دوب نقطة أو نقطتين أثناء العملية نزيف نتيجة التحضير الجيد. كمان هذا بينعكس بعد العملية، بيكون التورمات شبه معدومة تقريبا، يعني كثير حاطين فيديوهات بس 5 أيام بعد العملية ما في أي شيء، مسوين البروز والعظم والأرنبة والفتحات 5 أيام كثير حاطين فيديوهات، بعد 5 أيام بعد أسبوع ما في أي أثر للعملية. فطبعا طريقتنا التخدير الموضعي مع التحضير الجيد قبل العملية وإعطاء المريض وقته الكافي قبل العملية، عدم السرعة بإجراء العملية مباشرة بعد التخدير، هذا كله بينعكس عن شغل أثناء العملية بنزيف شبه معدوم بتورمات كمان شبه معدومة. فأنت بيجي على شغله، فبالعادي إذا كان بده يشتغل أونلاين يعني شغل أونلاين في ثاني يوم الصبح يعني بعد 24 ساعة. إذا كان بدي يقابل الجمهور، إذا كان الناس وينه بس فقط الأرنبة والفتحات، في بعد أسبوع يروح يقابل الجمهور عادي ولا كأنه يسوي شيء. يعني سوينا البروز والعظم والأعوجاج مع الأرنبة مع كل شيء، يعني بنقول حد أقصى يقابل الجمهور من 10 أيام ل 12 يوم حتى يقابل الناس، يرجع على شغله إذا كان عنده مقابلة مع الجمهور.